إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم الآن إلى الإسماعيلية لنقل جانب من مؤتمر الهيئة الاقتصادية والاتحاد من أجل المتوسط للنقل البحري والخدمات اللوجستية بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، فإلى هناك رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معالي السادة الوزراء، سعادة السفير إيهاب فهمي الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط، السيدات والسادة الحضور الكريم، يطيب لنا اليوم أن نرحب بكم في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط حول النقل البحري والخدمات اللوجستية والمقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط والهيئة الاقتصادية لقناة السويس. اليوم نستعرض معا قصص نجاح لدول حوض المتوسط، ونتبادل خبرات متميزة في مجال النقل البحري وتعظيم الاستفادة من موانئ الأورو متوسطي وأيضا الخدمات البحرية واللوجستية، والتي من شأنها ربط دول المتوسط معا من أجل رخاء شعوبه وغد أفضل لأبنائه. السادة الحضور، والآن مع كلمة السيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، السادة الوزراء، الحضور الكرام، اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أتوجه بكل الشكر والعرفان والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتفضله برعاية مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط حول النقل البحري والخدمات اللوجستية قصص نجاح، وحول النقل متعدد الوسائط في المنطقة الأورو متوسطية. في حقيقة الأمر المنطقة الأورو متوسطية هي قلب العالم النابض في مجال النقل البحري واللوجستيات منذ قديم الزمان، وتعتبر حاليا ومستقبلا هي عقدة المواصلات في تبادل التجارة الدولية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وهنا إذ نرحب بعقد هذا المؤتمر في جمهورية مصر العربية في منطقة قناة السويس، والتي تعتبر أهم مجرى ملاحي عالمي، حيث يستوعب 11% من حركة التجارة العالمية. إن قناة السويس الأم وقناة السويس الجديدة هما شريان الحياة للاقتصاد العالمي، حيث يمر بها 18,000 سفينة سنوياً، علاوة على تميز المنطقة الأورو المتوسطية بالموانئ البحرية المتقدمة والكوادر ذات الخبرات العاملة في مجال النقل البحري، والذي يعتبر العصب الرئيسي للاقتصاد العالمي. وإننا نعمل في مصر طبقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية لتطوير الموانئ البحرية المصرية، وكذا تحسين الخدمات البحرية مع خلق مناطق صناعية ولوجستية وموانئ جافة لخدمة النقل البحري في المنطقة الأورو متوسطية والعالم الأجمع. لذا سوف نعمل جميعا يدا بيد لتطوير منظومة النقل البحري في المنطقة الأورو متوسطية عن طريق تبادل الخبرات في مجالات التدريب وإدارة الموانئ والتنمية المستدامة من أجل رخاء شعوب المنطقة والعالم، حتى تصبح منطقة الأورو المتوسط دائما في المقدمة، وتكون هي الداعم للاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب وزيادة التبادل التجاري بين دول المنطقة، وهي قوة ناعمة قادرة على تنمية المنطقة وبعث الأمل والحياة لشباب وشعوب المنطقة والعالم أجمع. مع تمنياتي لكم بالنجاح للمؤتمر والخروج بمقترحات وتوصيات مثمرة قابلة للتطبيق تضمن نجاح المساعي المبذولة، أكرر شكري وتقديري لتشريف دولة رئيس الوزراء المؤتمر مما يزيد من القيمة المعنوية للمؤتمر، وخالص شكري وتقديري لقادة المنطقة الأورو المتوسطية والاتحاد الأوروبي وقطاع الأعمال وقطاع النقل البحري
وكل من ساهم بجهد وعرق في الإعداد لهذا المؤتمر مع تمنياتي لكم بالتوفيق. شكرا جزيلا. والآن مع كلمة سعادة السفير إيهاب فهمي الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط. دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، سيادة فريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معالي السادة الوزراء، السادة السفراء، السيدات والسادة الحضور الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أعبر باسم الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط وبالأصالة عن نفسي عن أسمى آيات الشكر والامتنان إلى فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعاية سيادته للمؤتمر الأول للاتحاد من أجل المتوسط للنقل البحري والخدمات اللوجستية. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى معالي دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على تشريف سيادته للمؤتمر، وكذلك لسيادة الفريق مهاب مميش على استضافة ذلك الحدث المهم وما تم تقديمه من دعم وجهد من أجل خروجه على نحو يليق بمكانة مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وإنه لمن دواعي سروري وفخري واعتزازي أن يعقد مؤتمرنا هذا في مدينة الإسماعيلية الساحرة على بعد أمتار قليلة من قناة السويس الجديدة، ذلك الشريان الاستراتيجي الشاهد على عبقرية المكان، رمز الإرادة المصرية الصلبة، رمز الإصرار والتحدي، قصة نجاح رائدة إلى جانب نماذج النجاح الأخرى التي سنستمع إليها اليوم من ممثلي الدول الصديقة والشريكة ورؤساء الموانئ الرئيسية في كل من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والمغرب والأردن والجزائر وتونس، والتي أثق في أنها بالإضافة إلى المداخلات القيمة لممثلي المنظمات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص ستفتح الباب أمام العديد من فرص التعاون والتكامل فيما بين تلك الموانئ المحورية، ومن ثم تعزيز قدرتها التنافسية ارتقاء بمنظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية في المنطقة، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات بما في ذلك في قطاع الطاقة ومشروعات الربط الكهربائي والغاز الطبيعي. وقد تتفقون معي أن مواجهة التحديات المتشابكة التي تموج بها المنطقة الأورو المتوسطية خاصة في هذا القطاع الحيوي تتطلب المزيد من التنسيق والجهد المشترك والبناء على الإمكانات البشرية والاقتصادية الواعدة من أجل خلق فضاء متوسطي أكثر ترابطا واتصالا واستدامة. إذا أن تحسين البنية التحتية للتجارة والنقل في منطقتنا من شأنه رفع معدلات نمو التبادل التجاري الإقليمي بنسبة 3.6% وزيادة الصادرات بنسبة 6.5%، ولا شك في أن شق قناة السويس الجديدة وتنمية المنطقة الاقتصادية للقناة قد أسهم في النهوض بدورها في تعزيز حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية، بحيث باتت مؤهلة لتصبح مركزا إقليميا ودوليا في مجال الربط البحري والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار منظومة متكاملة تحقق السرعة والسلامة وانخفاض التكلفة لتدفق البضائع من المنتج إلى المستهلك. ويعد الاتحاد من أجل المتوسط نسقا مهما وفاعلا لتعزيز الربط البحري والنقل متعدد الوسائط في المنطقة الأورو متوسطية باعتباره منصة إقليمية فريدة لتعزيز الحوار والتعاون الإقليمي فيما بين دول شمال وجنوب المتوسط. وإنه لمن دواعي سروري أيضا أن يشهد مؤتمرنا هذا إطلاق مشروع ترانسلوجماد، وهو أحد المشروعات التي تم إقرارها من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد من إجمالي 51 مشروعاً، والتي يقدر قيمتها بحوالي 5.5 مليار يورو، والجاري تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الشريكة، بالإضافة إلى قطاع النقل وتشمل بالإضافة إلى قطاع النقل والبنية التحتية قطاعات أخرى مثل التنمية الحضرية المستدامة والطاقة المتجددة والبيئة والتعليم وريادة الأعمال وتمكين المرأة. ولعل ما يتم تنفيذه في إطار الاتحاد من أنشطة ومشروعات إقليمية تنموية ولبناء القدرات
من شأن والكوادر البشرية من شأنها خلق بيئة اقتصادية واجتماعية سليمة، ومن ثم الإسهام بشكل فاعل في معالجة الجذور المسببة لتنامي الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية شمالا وجنوبا، فضلا عن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. ولا يفوتني في هذا السياق أن أشيد بالدور المحوري والنشط الذي تطلع به مصر في إطار الاتحاد من أجل دفع مسيرة الشراكة وتقارب بين شمال وجنوب المتوسط بما يلبي طموحات شعوب المنطقة نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. دورة رئيس مجلس الوزراء، معالي السادة الوزراء، السيدات والسادة، إن حفر قناة السويس الجديدة بسواعد وإمكانات مصرية هو أبلغ رسالة إلى العالم أجمع بأن مصر تستطيع، حيث كان بمثابة عبور آخر جدد الأمل وعاد الثقة في غد أفضل أكثر إشراقا وازدهارا. ولقد كان ذلك المكان العبقري شاهدا على انتصارات خير أجناد الأرض في عام 73، وها هم يسترون ملحمة أخرى بتنمية منطقة القناة وربطها بسيناء، وذلك في الوقت الذي ما زال فيه أبطال مصر البواسل يقدمون المزيد من التضحيات في حرب تخوضها مصر نيابة عن العالم لدحر الإرهاب وتكثيف منابعه من أجل مستقبل أكثر أمنا واستقرارا. فتحية لأرواحهم الطاهرة وخالص التعازي لأسر الشهداء الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغادر في مصر وكذلك في العديد من الدول الأورومتوسطية الأخرى. وختاما أود التأكيد على تضامن الاتحاد من أجل المتوسط مع الدولة المصرية قيادة وشعبا في حربهم الشرسة ضد الإرهاب، ودعمه الكامل لجهودها الدؤوبة أيضا من أجل دفع مسيرة التنمية. وشكرا. يحدثنا الآن السيد ماورو كوليتا، نائب وزير النقل الإيطالي. Signor Primo Ministro, signore autorità, porto i saluti e i ringraziamenti da parte del Governo italiano, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che rappresento in questo momento e mio personale per l'importante invito che ci è stato rivolto a partecipare a questo convegno sul trasporto marittimo e sulla logistica. Ringrazio altresì l'ambasciatore Yab Fahmy per il ruolo che sta svolgendo, il ruolo importante all'interno dell'Unione per il Mediterraneo, che ci vede in sinergia costante fra l'Italia, l'Unione per il Mediterraneo e gli altri paesi vicini. Sin dagli anni 90 l'Italia è sempre stata in prima fila per promuovere iniziative volte ad avviare un processo di cooperazione politica e regionale per l'insieme del Mediterraneo. Tutte le iniziative che si sono susseguite negli anni hanno confermato la centralità del Mediterraneo e dei paesi. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا وإياكم هذا المؤتمر، مؤتمر النقل البحري والخدمات اللوجستية بمشاركة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وهذا المؤتمر ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط والهيئة الاقتصادية لقناة السويس بمحافظة الإسماعيلية. وجاء في هذا المؤتمر أولا كلمة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وجه الشكر في البداية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكذلك للحضور الكريم، وأكد على أن منطقة الأورومتوسطية هي قلب العالم النابض وأنها العصب الرئيس للاقتصاد العالمي لتميزها بموقعها الاستراتيجي، وأضاف بأن مجرى قناة السويس يعتبر أهم مجرى ملاحية في العالم. وقال أيضا بأننا نعمل من أجل تطوير الموانئ المصرية وكذلك دعمها وتطوير النقل البحري في المنطقة الأورومتوسطية حتى تصبح دائما في المقدمة،
منطقة الأورو المتوسطية وكذلك الدعم للاقتصاد في هذه المنطقة، آملا في الخروج يعني توصيات ناجحة من خلال هذا المؤتمر. ووجه التحية مرة ثانية لكل من ساهم وشارك في هذا المؤتمر، مؤتمر النقل البحري والخدمات اللوجستية. وبعد ذلك تحدث السفير إيهاب فهمي وقال إن قناة السويس هي الشريان الاستراتيجي في العالم ورمز أيضا للإصرار والتحدي، وتحدث عن التحديات الكثيرة التي مرت بها منطقة الأورو المتوسطي التي تطلبت الكثير من الجهد المشترك بالتعاون بين هذه الدول المشتركة في هذه المنطقة، منطقة الأورو المتوسطي. لذلك كان يتوجب علينا في الفترة الماضية أن يكون هناك تحسين للبيئة المحيطة. وقال أيضا بأن شق قناة السويس الجديدة مثل نقلة نوعية في مجال النقل البحري، ليس فقط في مصر ولكن في منطقة الأورو المتوسطي وكذلك في العالم. وأشار أيضا في حديثه على تحسين البنية التجارية للمنطقة التي من شأنه رفع معدلات النمو، وبالتالي انعكاس ذلك بشكل كبير على يعني الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لطريق أكثر تطورا وتحسين الظروف المعيشية بما يلبي طموحات شعوب المنطقة. والحديث أيضا في ختام كلمته عن حفر قناة السويس الجديدة بأنها تمثل عبور جديد آخر، لأنه بسواعد مصرية ومر يعني جعل مصر تمر إلى مرحلة جديدة أكثر ازدهارا وكذلك انتصارا بكل المعاني. وفي النهاية وجه التحية للشهداء الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل مصر في حربها ضد الإرهاب. أما الآن مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم الآن إلى جانب من منتدى الأعمال المصرية الأوغندي. عفوا مشاهدينا الكرام، ننتقل مرة ثانية إلى متابعة مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط لمتابعة فعالياته، مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط للنقل البحري بمشاركة رئيس الوزراء، فلنتابع. of transport authorities, distinguished guests, dear friends, ladies and gentlemen, good morning everybody. Please let me start thanking the ambassador Fahmy of the Union for the Mediterranean for السفير لجنة الشرق الأوسط لدعوتنا. الهيئات المصرية شكرا لها على استضافتها لنا ولهذا المؤتمر، ولكم جميعا لوجودكم ها هنا في الإسماعيلية بجانب قناة السويس للحديث عن النقل البحري والخدمات اللوجستية في منطقة المتوسط. أولا أريد أن أشكر وجود السفير الإسبانية والتي ربما عاقته بعض وسائل المواصلات على الوصول إلى هنا. طلب مني أن أعتذر لكم عن حضوره اليوم هذا المؤتمر الخاص بالنقل البحري والخدمات اللوجستية والفرصة العظيمة التي يقدمها للاتصال بين منطقة المتوسط بخصوص التجارة بين دولنا. أنا أقول بأن اللوجستية حتى الآن ينقصها العديد من التنافسية في اقتصادنا في العالم المتطور، وبالتالي في هذا الجيل والذي يحتاج إلى فرص عمل وثروة كبيرة. أريد أن أقول بأن هذا المؤتمر فرصة عظيمة لبداية العديد من البرامج الجديدة والذي يقدم العديد من التدريب ويقدم فرص متساوية في هذا القطاع. هذا البرنامج يخص مدرسة المواصلات المدنية الحديثة ومتخصصة تماما في التدريب في هذا المجال، والتي يقع مركزها الرئيسي في برشلونة. هذا المؤتمر فرصة رائعة لإلقاء الضوء على علاقات مصر وإسبانيا في كل المجالات، العلاقات التي كانت قديما صديقة بشكل كبير. الرئيس السيسي
زار إسبانيا في عام 2015، وكانت هذه هو حجر الأساس للعلاقات الثنائية والتعاون، وهذا حقا يضفي الضوء على عمل الوزراء الأسبان السابقين الذين حضروا بداية افتتاح قناة السويس الجديدة خلال هذا العام. هذا مهم جدا لأوروبا وآسيا وللتنافسية للنقل المتوسطي ككل. هذا طريق جديد لنا لنعمل فيه مع المتوحدين. إن إسبانيا شريك قريب من مصر بخصوص اللوجستيات وغيرها تحت منظرة الاتحاد الأوروبي. إن إسبانيا كانت في المركز الثالث كعميل لمصر بعد إيطاليا وألمانيا، والتي تمثل نسبة كبيرة من واردات أوروبا. نحن ندعم مصر بشكل كبير بصادراتنا بنسبة 7% من إجمالي الصادرات. في عام 2017 زاد النقل بين مصر وإسبانيا وآلاف المسافرين هنا وهناك. كان هناك العديد من الحركات بين إسبانيا وشمال إفريقيا. كانت مصر في المركز الرابع مع إسبانيا، ونقلوا أكثر من 9 ملايين من الأطنان بينهم. أريد أن أقول بأنني أقدر جدا مشاركتي في هذه الجلسة الافتتاحية في هذا المؤتمر، وأشكر جدا كل العاملين والحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والاتحاد من أجل المتوسط. أنا واثق تماما أن هذا المؤتمر سوف يخدم كل العلاقات الثنائية بين إسبانيا ومصر، وسوف يقوي العلاقات التعاونية بين شاطئي المتوسط بشكل لوجستي ونقل بحري. شكرا لكم على انتباهكم السيدات والسادة. شكرا لكم. معالي رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الوزراء، السيد رئيس هيئة قناة السويس، الضيوف الكرام، السيدات والسادة الحضور، نولة من دواعي سروري أن أرحب بكم في مصر للمشاركة في فعاليات مؤتمر النقل البحري الذي يعقد للمرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية، وأن أنقل إليكم جميعا تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته للمؤتمر بكل النجاح والتوفيق. وأود أن أشكر سيادته على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، ويسعدني أن أكون معكم اليوم في افتتاح هذا المؤتمر، وأنا أتوجه بموفور الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم فعالياته في مصر. السيدات والسادة الحضور، منذ انطلاق الاتحاد من أجل المتوسط في قمة باريس 2008 استكمالاً لمشروع الشراكة الأورو متوسطية بهدف الانتقال بمسار برشلونة إلى مستوى أفضل والسعي نحو تحقيق المزيد من الأمن والنمو والرخاء لشعوب دول المتوسط، ومصر كدولة مؤسسة بالتعاون مع الجانب الفرنسي تشارك بفعالية في جميع القطاعات في منطقة المتوسط، كما تولت رئاسته في الفترة من عام 2008 حتى عام 2012. ولا شك أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تأتي استمراراً لتفعيل دورها كشريك أساسي في جميع مجالات التعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. فلقد استضافت مصر خلال الفترة الماضية المؤتمر الوزاري حول التنمية الحضرية في مايو 2017، والمنتدى الأول للطاقة في أكتوبر 2017، والمؤتمر الوزاري الرابع حول المرأة في المتوسط في نوفمبر 2017، والمنتدى الثالث للمياه في المتوسط في يناير 2018،
والجلسة العامة للجمعية البرلمانية للمتوسط في إبريل 2018. واسمحوا لي في هذا السياق أن أقدم التهنئة للسيد السفير ناصر كامل على توليه منصب السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط، متمنياً لسيادته كل التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته الجديدة. كما أود أن أعبر عن خالص تقديري للسيد السفير فتح الله سجلماسي السكرتير العام السابق للاتحاد لجهوده الكبيرة في تعزيز التعاون بين دول المتوسط خلال فترة توليه المنصب. وأجد واجباً علي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الدول الأعضاء من أجل المتوسط على دعمهم للترشح المصري لهذا المنصب الرفيع، وخاصة الدول العربية الشقيقة. الحضور الكريم، لقد حقق الاتحاد من أجل المتوسط العديد من الإنجازات على صعيد البرامج والمشروعات التنموية ذات البعد الإقليمي، حيث تمت صياغة عدد كبير من المشروعات بميزانية تقدر بنحو 5.5 مليار يورو، ولا زالت هناك العديد من الفرص الضخمة للتعاون بين دوله. وهنا أود أن أشير إلى أنه يجب بذل المزيد من الجهود للتغلب على التحديات الإقليمية التي تواجه مسارات التعاون المختلفة، وعلى رأسها النزاعات المسلحة وقضايا البطالة والهجرة غير الشرعية والإرهاب. إن تنظيم هذا المؤتمر على أرض مدينة الإسماعيلية والتي تعتبر قطعة من أرض الفيروز له أثر كبير يعكس مدى أهمية المكان في جميع دول الحوض المتوسط معا، لعرض ومناقشة قصص النجاح الوطنية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية. إن تحقيق التنمية المستدامة في قطاعات المياه والبيئة والقنوات البحرية يعد من أهداف الاتحاد من أجل المتوسط، في ظل تمتع دوله بمواقع بحرية فريدة وموانئ صاعدة وقنوات بحرية تعد شريانا رئيسيا لحركة التجارة الدولية. إن الاتحاد الذي نسعى إليه جميعا يولد القوة والتماسك والتآخي بين دول البحر المتوسط، ونبذ الخلافات والصراعات جانبا لتحقيق الأهداف التي نسعى إليها جميعا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع شعوب منطقة الأورو المتوسط. الحضور الكريم، إن الأهداف التي أنشئ من أجلها هذا الاتحاد تتضمن الوصول للتنمية المستدامة في المياه والبيئة والقنوات البحرية والحفاظ عليها في منطقة دول المتوسط، وهو ما يتحقق بتعاون متكامل الدول الأعضاء وبالحوار البناء وتفعيل الدراسات والأبحاث المتبادلة بين هذه الدول. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية، خاصة في الدول التي تمتلك مواقع بحرية فريدة وموانئ صاعدة وقنوات بحرية تتنافس معا للوصول إلى العالمية. كما تتزامن فعاليات هذا المؤتمر مع اهتمام الحكومة المصرية بتطوير ودعم منظومة النقل البحري للاستفادة من الميزة الاستراتيجية والتنافسية لموقع مصر الجغرافي، وبما يحقق التنمية المستدامة وتنمية الاقتصاد القومي. وأود أن أوضح أن تطوير هذه المنظومة في مصر يشمل تطوير الموانئ القائمة وإنشاء موانئ جديدة وإعادة تأهيل شبكة الطرق على مستوى الجمهورية بمواصفات عالمية، فضلاً عن إنشاء مناطق لوجستية إلى جانب إعادة تأهيل السكك الحديدية للقيام بدورها الرئيسي في نقل البضائع. كما أن مشروع ازدواج قناة السويس العملاق هو تأكيد على حرص مصر على القيام بدور فاعل في تطوير منظومة التجارة العالمية، ويتزامن مع هذه المشروعات مشروع إنشاء المنطقة الاقتصادية بقناة السويس. ولقد وضعت الحكومة المصرية نصب أعينها تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وزيادة فاعلية وكفاءة أداء خدمات النقل مع الحفاظ على البيئة. إن الحفاظ على هذه المنظومة بشكل مستدام وآمن وبمستويات خدمة متميزة يعد من أهم أولوياتنا التي تتناغم مع خطة واستراتيجية الدولة رؤية مصر 2030. الحضور الكريم، بمشاركتكم اليوم في هذا المؤتمر نستلهم الفكرة والقدرة على تحقيق نجاحات للموانئ الأورو المتوسطية الرئيسية بما ينعكس على اقتصاديات الدول، كما أن استكشاف الفرص في البناء والاستثمار
في دول الاتحاد يتطلب من الجميع تعزيز التعاون فيما بين الموانئ الرئيسية في المنطقة الأورو المتوسطية. أدعوكم لتفعيل التنمية المستدامة للنقل البحري واللوجستي في المنطقة بما يفيد المنطقة والوصول لأفضل السبل لتطوير الخدمات البحرية فيها، والتركيز على التدريب المستمر للكوادر البشرية ونقل المعرفة بين الدول، والمساهمة في إنشاء شبكة بنية تحتية للنقل البحري تتسم بالكفاءة والقابلية للتشغيل الدائم في المنطقة. وفي الختام أعبر لكم عن خالص أمنياتي لمؤتمركم بالتوفيق والنجاح وأن تتحقق النتائج المرجوة منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع استراحة قصيرة بعدها نستكمل جلسات المؤتمر.